الدكتورة خديجة مداني علوي من مدينة فاس، عضو في النقابة الوطنية الحرة للفنانين التشكيليين المغاربة. جيت لمدينة الخميسات باش نتمن هذا الانخراط الجديد ديال الناس ديال الخميسات في النقابة الحرة للفنانين التشكيليين المغاربة. وانا جد فرحه لانني اديت واحد المهمه انا والاخ اسمه محمد حوستي، وكانت الحمد لله اعطت واحد الثمار اللي جد جيده، وكنت من هذا الفرع اللي تنشا في مدينه الخميسات باش حتى هو يخدم مزيان ويخدم مع بيان سور بتنسيق مع النقابه المركزيه ديال الرباط ديال هذه القنيطره، باش ان شاء الله نزيدوا بالفن التشكيلي للقدام، ويكون ونكونوا في واحد تنبينوا الوجه ديال الفن في المغرب كاحسن وجه، ونمثلوا الحمد لله الفنون التشكيليه المغربيه، وندافعوا على الفنان ونديروا شحال من حاجه. عمر الشناعي، فنان تشكيلي من مدينه الخميسات. طبعا احنا الان كنتواجدوا في مدينه الخميسات بعد اجتماع العام التأسيسي لفرع الخميسات لنقابة الحرة للفنانين التشكيليين. هذا المولود الجديد اللي هو بشرى على الفنانين التشكيليين ديال مدينة الخميسات، المدينة اللي كيتواجد فيها واحد العدد كبير ديال المبدعين الشباب والمتألقين واللي كيشتغلوا في خفاء، وطبعا هناك مشاكل كيتخبطوا فيها. وهذا المولود الجديد اللي هو النقابة الحرة للفنانين التشكيليين اللي كنتمناو انه ينزل عند المشاكل ديال الفنانين التشكيليين كلهم، يحاول يحل المشاكل ديالهم ويجمع بيناتهم ويلم بيناتهم. والمقصود من هذا الجمع العام التأسيسي لهذه النقابة اللي الهدف ديالها الاول هو تخلق جسور تواصل ما بين الفنانين المحليين باش نخلقوا واحد القوه، نجمعوا هذه القوات اللي مشتته اللي كتشتغل في مجال الخفاء، نديروا بها قوه كبيره باش نبرزوا الثقافه ديال المدينه ونبينوا الفنانين التشكيليين ديال مدينه الخميسات. وكنشكر الحضور اللي حضر لهذا الجمع التأسيسي اللي تولد منه مكتب ديال فرع الخميسات، واللي تتقص عنصر نسوي. هذا ميزه ما بين الفروع الوطنيه. وكنشكروا الحضور، وحنا جد مسرورين بهذا المولود الجديد اللي كيتوالم مع هذه السنه الجديده. والحمد لله حنا كن في الساحه ونشتغل في الخفاء وندافع عن ثقافه. عبد الحميد العردوز، فنان تشكيلي من مدينه الخميسات واستاذ ديال الفنون التشكيليه مده 32 سنه. انا سعيد بهذا الملتقى والحفل الفني اللي نتج عليه ميلاد نقابه وفرع نقابه الوطنيه الحره للفنون التشكيليه، اللي هو اطار قانوني اللي غادي يدافع على حقوق الفنان ويعطيه نفس جديد للاشتغال والابداع، وكذلك المعرفة والتعارف، وإن شاء الله من أجل خدمة الفن في هذا المجتمع هذا اللي كنفتقروا ليه. إن شاء الله رأس مال الفنان التشكيلي هو الجمال، والجمال هو ضد القبح، ضد العنف، وضد كل ما هو قبيح، ومن أجل تجميل هذه الحياة ديالنا إن شاء الله.